فما هو الاستجماتزم؟ الاستجماتزم هي حالة تصيب القرنية وهو الشباك الشفافي للعين، وتؤدي إلى التكثر من قوسية العين، فالضوء لا يتحدب في المكان المناسب، أي يتحدب أكثر في منطقة وأضعف في منطقة أخرى، ويؤدي هذا الحالة إلى ضبابة النظر. ممكن علاجة الاستجماتزم في طرق معينة، منها الليزر ومنها زراعة العدسة التي تقاوم الاستجماتزم من الداخل. يجب الفحص العام والفحص الدقيق للعين والتكلم مع المريض للنتيجة السليمة لحاجته.